لكم لقاء الهلال والنهضة، الهلال الذي يسعى اليوم إلى تأكيد جدارته بالصدارة والبقاء متقدما، والنهضة الفريق الذي أحرج الكثير من الأندية. الهلال والنهضة يلعبان اليوم على ذكرى التعادل في الدور الأول، لذا ستكون المباراة مثيرة في كثير من فتراتها. الهلال يلعب ولديه 19 نقطة، والنهضة لديها 7 نقاط، ولم تلعب في الأسبوع الماضي أمام الاتحاد بسبب الأحوال الجوية. أيها الإخوة، جماهير كثيرة جاءت اليوم لتشهد هذا اللقاء، وقد هبط قبل قليل الفريقان، وأشاهد الآن طاقم التحكيم الميكروفون مع معلقنا الرياضي الأستاذ محمد عبد الرحمن رمضان. اليوم الهلال وهو البطل الأول في الدوري حتى الآن مع فريق النهضة من الدمام، وبيحكم مباراة اليوم حكمنا المعروف الفيفا فهد الدهمش، وبساعده محسن عبود ورشيد سنبل. والهلال بيمثله اليوم إبراهيم اليوسف حارس مرمى، باك يمين الحبشي، باك شمال العمار، النعيمة وبشير قلبي دفاع، في الوسط العمدة ومرزوق سعيد وريفالينو، في الهجوم فهودي سلطان بن نصيب وسمير سلطان. بيتخلف عن القائمة الهلالية اليوم ناجي والإمام، وبيمثل النهضة اللي بتلبس قمصان زرقاء، و كل من خالدين حارس مرمى، باك يمين عنبر جاسم، باك شمال عبد العزيز السلمي، محمد الزوري قلب دفاع رقم 5، عبد الله سليمان او عبد الله سلمان رقم 4، العمده من الهلال والزوري من النهضه، وعمليه اجراء طصه وقبلات بريئه ولطيفه قبل بدايه المباراه. في الوسط راشد فرحان رقم 10، مطر الجوهر 6، حمد الجريان رقم 11، وفاد دامش بيجري القرعه. في هجوم النهضه علي الرويع رقم 7، احمد جاسم رقم 8، علي هاشم رقم 9. الفريقين بيلجوا لاسلوب 4-3-3. كره مع عريف، سمير سلطان على الدائره لريف، ضربه ركنيه او خذوا اي كلمه من المترادفات. سلطان نصيب حيرفع ورفع حلوه، جلي بشير، جلي بشير ياخذها الرويع، بشير يقطع منه ياخذ الرويعي، وبيجري ورا العمده بربع 7 حيعكس بالعرض، اتباعها النعيمة لأنه باس كان قصير ما لحقه أحمد جاسر. لعب الكورة الفهودي، فهودي بيلعب اليوم مع الهلال لأول مرة من بداية الدوري تقريبا، يملي ريفو، ريفو بضايق الجريان، لعبها ريفو لسمير سلطان بالعرض لمرزوق سعيد، للعمدة، العمدة للعمار، تنقلات حلوة من الهلال، للعمدة، العمدة لسلطان بن نصيب، للعمدة ثاني ما يحصلها، تطلع برا لصالح النهضة، عنبر بيرميها، قطعها ريفالينو براسه الفهودي، تلعب وحشة لحن رشد الفرحان، ياخذها العمدة من الهلال، يلعبها الفهودي، فهودي تصطدم في عنبر جاسم وتطلع فيها نوع من الشدة، وهجمة يقطعها النعيمة وتروح ريفالينو، ريفو من الهلال بيراوغ على الدائرة، يلعبها لونج باص طويل قدام سلطان بن نصيب، والزوري أقرب إليه السلمي لمطر، تعرف اليونو لسلطان، يلعبها طويله لسمير، سمير براوغ تطيح ما فيها شيء لانه اللاعب قصد الكره ما فيها شيء، ياخذها السلمي تترفع، يقطعها النعيمه ترجع ثاني للسلمي، يرفعها اوفر ناحيه الرواعي، نشوف الكره دي ثاني، ممكن كنترول الرواعي، ممكن كنترول يرينا الكره دي ثاني لانه كانت كره فيها خطوره، وفيها خطوره، فيها خطوره، وشوفوا شوفوا الرفع، الرفع الثاني ناحيه الرواعي، الوينج اليمين ابراهيم ما كان في محله، والرواعي اشترك وحتى مرت من جنب الجول، والوينج الشمال ناحيه راشد، شفتوا كيف كره من جنب الخشبه، وطلعت فرصه ضايعه للنهضه، جاسم للزوري، الزوري للجريان، يحاول يفوت من ريفو، ريفو ياخذها منه براوغ، ريفو ويلعبها الفهودي، فهودي يلعبها ناحية سمير، يشترك جريان، الجريان يلعبها غلط تروح لمرزوق من الهلال، يحط الكرة على الأرض، يلعبها ريفالينو، ريفالينو يصلح لسلطان، متقدم سلطان متسلل يشوط،
وشوف سلطان الحكم بيقول له ماتش، انا صفرت ماتش صح، معك حق في هذا الدهمش، معاه حق، لانه دي لو شاته وجات جول تحدث بلبله، تحدث بلبله لدى الجماهير. حبشي حرمي لبشير، سرعه يا بشير، تابع ريفو للحبشي، حطها ريفو، ريفو حطها الحبشي، حطها حلوه والحبشي بالعرض والزور طلعها، حطها حلوه برازيليه، حطها ريفو، ريفو برازيلي على فكره انتوا عارفين كده، شيء من قدراته ونشاطه للشوط الثاني دي كلها حاجات زاهده، وضرب ضربه وضربك عند الجول النهضاوي، فهودي بينط في الهواء، تروح الكره لريفو، بيصلح ريفو، بيراوغ ريفو، كان حيشوت، وفي خطا، في خطا ارتكب عليه الرواعي. انا بحذر الفرق اللي بتلعب ضد الهلال من مغبه ارتكاب اخطاء في خط 20، لانه المعروف عن ريفو انه لاعب الديب او لاعب بيستثمر الضربات اللي حيشوتها، وشوفوا شايفين الشوطه دي صحيح اعتلت القائم لكنها فيها خطوره، لو كان الهواء معها وهي ماشيه مسكره بقى سكرو يعني ملفوفه او مبرومه كانت ممكن فيها قولان. ترمل اوت او التماس حتى ريفو، ريفو لسمير، حبشي لريفو لمرزوق، قطع منه تروح لريفو تاني، لعبها النعيمة ناحية العمار، هلال بيرستك، بدأ يرستك، سلطان بن نصيب، براوغ سلطان بن نصيب، يلعبها ناحية مرزوق، مرزوق يصلحها لريفو، ريفو بيصلحها عشان يشوت، تصطدم في الجريان وترجع، لو كنا نقول عليه فاول، تلعب الخطأ، ضربة حرة مباشرة، تلعب الكورة مع العمدة، العمدة ريفو، ريفو بيستلم كرة يلعبها لبشير الرواعي، الرواعي يلعبها طويلة لكن في الدين إبراهيم اليوسف، دي مش لعليها شيل يا رواعي، إبراهيم يلعبها بيده لريفو، ريفو سمير، سمير يلعبها سلطان بن نصيب ويجري الزوري يغطيه تغطية حلوة من الزوري، تستثمر النهضة عاملة الهواء فحيكون موقفه في الشوط الثاني في شيء من الحرج. العمدة ريفو، ريفو طويلة الفهودي، بيجري فهودي، بيجري فهودي، يرفع فهودي ناحية سمير، وبيجري سمير هو والسلمي، ياخذها سمير ويلعبها للعمار الخلف، العمار بكعبه لسمير سلطان ثاني للعمدة، العمدة ناحية ريفو بيحاول يفوت يطلعها منه عنبر جاسم، زوري يلعبها طويله قدام ناحيه علي هاشل، تغطي النعيمه وتروح لجاسم يلعبها ناحيه علي هاشل، وفي تسلل على علي هاشل، باقي دقيقه عن نهايه الشوط الاول والتعادل ما زال قائم بين النهضه والهلال بدون اهداف، وابراهيم يلعبها طويله قدام سلطان، يبعدها الزوري، تشتغل تصطدم وترجع لسمير سلطان، وبيجي سمير سلطان، وبيجي مع الزوري، وحط الجول، ممكن نشوف دي بالتصوير بطيء ثاني، ده جاله ده، ممكن نشوفها جمهور الهلال فرحان لانه جاء هدف، ممكن نشوف الكوره دي، ممكن نشوفها بالتصوير البطيء ثاني، خلطه مدافعين، الكوره صدمت بين الزوري وعبد الله سلمان وصدمت فيهم ورجعت لسمير سلطان، وبيجري سمير سلطان، وبيجري سمير سلطان، وهنا ميزه المدافع لما يقايز وتخش جول، ميزه المدافع لما يقايز ليه؟ لانه بين اونه اخرى ممكن لاعب يغلط من الدفاع، سمير سلطان ما قايز في الكوره دي، دخل وكان متابع، في متابعه او فولو زي ما يسموها في علم الكوره، كان هو اسرع خطها في الجول، واصبح الهلال سجل في اخر ثانيه من الشوط الاول، الهدف الاول سجله هو لاعبه سمير سلطان نتيجه كوره مشتركه بين الزوري. انتهى الشوط الاول زي ما انتم عارفين بفوز الهلال بهدف واحد مقابل لا شيء، وكوره مع عمر جاسم الظهير الايمن للنهضه، الفريقين ما غيروا نفس الليسته لعبت الشوط الاول، هي النعيمه، نعيمة لعمار يموه
جسمه ويمشي. سلطان بن نصيب لمرزوق هو طويلة طويلة طويلة، الكرة مع مرزوق، انشاط برا يا مرزوق، انشاط برا يا مرزوق الكرة دي، وبرضو عند الباب وطلعها مطر الجوهر نمبر 2، دفعها سلطان وبقبضته بعيدها خالدين، برافو خالدين من على راس بشير الطويل بعدها بقبضة يده. باش سرحان تروح لعنبر قطاع فهودي، تروح لريفو، ريفو لعبها سلطان بن نصيب، ما في شيء خرج من بينهم، ما هو متسلل، ماشي سلطان بن نصيب، ماشي سلطان بن نصيب على كثر العرض، وفي الدين خالدين، الدين خالدين محمد الجريان الرويعي، محمد الجريان ثاني علي هاشي لعبها تحت الرويعي، الرويعي خلف المطر تعال الرويعي ثاني ماشي الرويعي تطوى الكرة عليه وتطلع ضربات ترفع عفر طويلة لراشد وقعدها النعيمة وجري عليها الرويعي يلعبها الريفو يجري ريفو يلعبها طويلة سلطان بيجري مع أحمد كرة مع النهضة قطعها ريفو ولعبها طويلة لفخودي بيجري فخودي يلوم كرة يدخل مربع ستة بيراوغ برضو تاخذ منه لريفو ريفو تعمل منه مطر لكن تروح لريفو تاني يلعبها للعمار لسلطان بن نصيب يصلح لسمير ويدخل عنبر جاسد الموقف رغم انه ما خسرانا 1-0 ريفو معاه الكرة براوز قطعها منه احمد جاسم وخطا على احمد جاسم خطا على احمد جاسم خطا تنفيذ الاخطاء من ريفو فيها خطوره الحين تشوف انا بقول من واقع ملاحظاتي او سابق ريفو ان شاء الله تعبيره نعيدها ثاني نعيدها ثاني بالتصوير الكنترول من فضلك كنترول من فضلك ممكن نعيد اللقطه دي التهديفه من ريفو ريفو حينفذ كنترول مجاوب معانا شكرا كنترول شايفين شايفين خطورتها سنتيمترات بس من فوق القده يعني وبيدخل غازي يعني معناته يمكن غازي حيلعب باك يمين وحيتقدم ريفالينو في خانة الجناح الأيسر تبرر الكورنر أو الضربة الركنية تروح لريفو اللي حيصلح وحيشوط وماشي وماشي ريفو يبعدها منه السلمي مرزوق للعمدة العمدة الريفو ريفو بيلوم الكورة وصلحها سمير سلطان سمير سلطان ماشي انشاط في العم عمار يشوت وتروح لعبة سلطان بن نصيب سلطان بن نصيب يصلح لسمير سمير لسلطان متفاهمين مع بعض ويحطها شوت للعمدة العمار يلعبها سمير سلطان يحاول يمر قطع منه مطر تروح العمار ثاني لسلطان بن نصيب يصلح المرزوق مرزوق يحطها في الجول يمر من بينها التمريره حلوه ممكن نشوفها ثاني جول الهدف الثاني للهلال تمريره حلوه نشوف تمريره حلوه من سلطان مرزوق بين الباكات بين المدافعين ثرو يسميها ثرو ويدخل ويحطها رصاص شديده شديده جدا بيمينه على يسار على يسار خالدين وسجل الهلال بعد 18 دقيقة الهدف الثاني سجله مرزوق سعيد وده من أسجل هدف من الأهداف النادرة اللي سجلها مرزوق سعيد تمريرة ثرو بين الباكات التمريرات بين الباكات تمريرات قاتلة شايفين الكرة أهداف لكن ما سجلت ليه؟ نقول لهم لأنه ما تصبرت الأهداف اللي جاتها دي كرة دي كرة مع علي هاشم ارفعها بالعرض وبالراس يحطه مسكها ابراهيم اليوسف يحطها براسه عم علي لغازي انا اعتقد
اعتقد انه الهدف ده حيخلي الهلاليين يلعبوا باطمئنان اكثر ويتحسن ادائهم مع مرور الوقت، وحنشوف انه الهلال بعد ما جاب الجول بيتحرك اكثر. سمير سلطان بيعكسها بالعرض في الجول وامسك طلعها خالدين ريفو، خطيره خطيره، ومن جنب اللاعبين كلهم تمشي بعرض للبر الملعب، ماشي بها عنبر دفاع النعيمة، النعيمة بدفاع الهلال، صمامة مان، سلطان بن نصير، سلطان بن نصير تندفع منه، واصل تقديم عروضها الطيبة، عنبر جاسم حشود، يشوط حلوة، شوطة حلوة ولكن من فوق الجدة. التغيير الثاني للهلال، مين حيطلع؟ بيدخل جمال زواوي، بدل مرزوق سعيد، حبش يرفعها بالعرض، سلطان بن نصير يصلح لريفو، ريفو براوغ، ريفو براوغ وشوت الجول امسكها خالد الدين لاحمد جاسم، احمد جاسم للحاشي اللي قطعها النعيمه، ياخذها الجريان، النعيمه يشترك ياخذها ثاني، تروح لريفو للعمده، لريفو بكعبه لغازي سعيد، غازي طويلة ناحية الحبشي، باك يلعبها الباك، ظهير يمين لظهير شمال للحبشي، يصلح الحبشي لسمير، سمير لجمال زواوي، جمال لسلطان بن نصير، تطول عليه، تطول على سمير سلطان اللي اتأخر ياخذ كورة، ريفو لسمير، بيجري هو الزوري، الزوري قطعها منه ورجعها وراء الخالدي، علي هاشم طويله الرواعي، بيجي الرواعي وحعكسها، عكسها مين لجريان، وجريان بيحاول يصلح عشان يشوط، يصلحها لعلي هاشم، ياخذها منه النعيمه، النعيمه برضه هو الاخر صمام امان في الهلال، الشماليه رمي لعنبر للرواعي يرفعها، تصدف النعيمه تروح للعمار بعيدة ناحيه ريفو، يلم الكوره ريفو بشماله، وعلى طول سلطان اللي متمركز، ويجي لسلطان بن نصيب، وبيجي سلطان بن نصيب بحلق عليه ويعكسها سمير سلطان، تطل عليه لكن برضه يحصلها سمير سلطان، وبالعرض لريفو، ريفو حيصلح ويشوط، ويشوط ريفو وجول جول، ممكن نشوف الكرة دي كنترول، الكرة دي ممكن نشوف كنترول، الهدف الثالث للهلال، ريفو حطها بيساره، جول جول، مجهود كبير بالاساس من ريفو لسلطان بن نصيب بالعرض لسمير سلطان اللي ما استعجل وشاف برا صلحها ريفو، وريفو صلح لنفسه وحطها جول، وسجل الهلال بعد 31 دقيقة من الشوط الثاني هدفه الثالث، أصبحت النتيجة 3 الهلال لأشياء النهضة. سلطان سلطان لسمير، وهو وراء الرفعه، امسك ابراهيم رفعه الجول، امسك ابراهيم اليوسف، غازي لعبه ناحيه ريفو، ريفو سمير متسلل، متسلل سمير سلطان، ماشي حبشه طويله قدام، ويجري سلطان، يجري ريفو، خش خش ريفو، حطه في الجول، جول جول الرابع للهلال، جول، تمريره حلوه من الحبشي، تمريرة حلوة من الحبشي، نشوف تاني نشوف تاني نشوف تاني، تمريرة حلوة من الحبشي، تمريرة شايفين التمرير الحبشي جاري ورفعها ريفو، ودفاع وقف على اساس انه اوف مش اوف سايد لانه خرج من وسطه، وريفو بشماله حطها في الجول، ويسجل الهلال هدفه الرابع بعد 36 دقيقة من الشوط الثاني، الهلال جاب هدف الدقيقة 44 في الشوط الأول، وسجل حتى الآن 3 أهداف في الشوط الثاني، 4 الهلال لا شيء النهضة. سلطان بن نصيب وراء لاعب مو واخد باله منه، لكن سلطان يستلم كورة ويؤديها وبيصلح نفسه وبيلعبها ريفو اللي متمركز تمركز كويس، وريفو بيجري مربع 7 بيحاول يمر وبيحاول يرفع، لسه بيراوغ ويطيحوا الرواعي، وخطأ على الرواعي، خطأ في حيعطيله كارت اصفر، حيعطيله كارت اصفر، فهد الدهمش بيعطي على الرواعي كارت اصفر، شوت اشواط مركزه بتمر عليها،
يعني زي ما ريفو مره في لاعب الهلال طاح لسمير بيطلعه برا ان شاء الله سلامات. ريفو قال لي مره انه هو بيتمرن يوميا بيشوت اكثر من 100 كوره زي دي. فلاعب بيشوت كوره 100 كوره كل يوم لمده كذا سنه لازم مع الايام بيتقنها، لانه الكوره تمرين وتدريب، وعمليه انه هو بيشوت كل يوم بيعمل حيطه في التمرين مع الزملاء وبيعمل بنفذ الضربه دي 100 مره يوميا، لازم مع الزمن حيكون يتمكن انه يسجل من اهداف. وريفو حيشوط وهي ضربه حره مباشره على فكره، انه فهد مرفع دينه ورفعها في الجول ومسكها خديه وطاح من دينه، وخطا على النعيمه في الكره المشتركه دي، خطا على النعيمه، شايفين خطا على النعيمه حبشي، ويفكر فهد يكمل وينتهي لقاء الهلال والنهضه بفوز الهلال باربع اهداف مقابل لا شيء. نهضه سيداتي يعني سادتي، حتى التقي بكم مره اخرى استودعكم الله، والان الميكروفون ينتقل الى زميلي الاستاذ محمد الرشيد. ايها الاخوه، هكذا نقلنا الى حضراتكم حيا على الهواء مباراه النهضه والهلال، والتي انتهت بفوز الهلال باربعه اهداف مقابل لا شيء. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.